ومناقشة لهذا الموضوع، مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والتداعيات ومستقبل التداعيات المتعلقة بذلك، معنا في الأستوديو الباحث السياسي اليمني السيد نبيل البكيري. أهلا وسهلا فيك معنا. إذا هدفان كبيران في الحقيقة، سليماني والمهندس في ضربة واحدة وفي توقيت يعني أيضا حساس، كيف تبعتم الأمر؟ لم يكن على الإطلاق، يعني خاصة بعد الاختبار الذي جرى في إسقاط الطائرة الأمريكية قبل أشهر في مضيق هرمز. تمادى الإيرانيون وظن أنهم قادرون على أن يلعبوا بشكل أكبر من المسموح به في الساحة العراقية. أتت حادثة السفارة، هذه كانت إنذار مبكر بالنسبة للأمريكان أنه المجال يعني المصالح الأمريكية الاستراتيجية الاقتراب منها هو خط أحمر أنا أعتقدي. وبالتالي تابعنا جميعا كيف تغريدة ترامب حينما قال أنا لا أحذر أنا أهدد، يعني فباعتقادي هذه الضربة كانت غير متوقعة بالنسبة للإيرانيين وكانت صاعقة وكبيرة وأفقدت الإيرانيين أيضا القدرة على ردة الفعل. طبيعة الهدف أستاذ نبيل هو هدف بالفعل كبير، هل هناك أهداف أكبر من ذلك؟ أنا باعتقادي يعني شخصية بحجم سليماني في إطار هذا المشروع لا يمكن أن يعوض ولا يمكن أن يكون هناك هدف أكبر منه، إلا لو قلنا ربما يكون الخميني ذاته، أما سليماني في الجانب العسكري وكل هذه الفوضى العبثية الموجودة في المنطقة كان على رأسها قاسم سليماني. ضرب قاسم سليماني بمعنى أنه اليوم تم ضرب أكبر هدف يمكن الحديث عنه في إطار المشروع الإيراني كله في المنطقة. لماذا قامت أمريكا بذلك؟ بمعنى قبل قليل ذكرتم حادثة الطائرة التي استهدفتها إيران ومع ذلك لم يكن هناك رد فعل أمريكي، بعد حادثة السفارة جاء هذا الرد المباغت بهذه الطريقة، لماذا باعتقادك؟ طبعا أمريكا تعتقد أنه وجودها في العراق وجود استراتيجي، يعني لا يمكن أن تقايض هذا الوجود مع الإيرانيين، يعني وبالتالي نحن نعرف حجم السفارة الأمريكية في بغداد، هي أكبر سفارة على مستوى العالم، يعني بدليل على يعني هذا يدل على أن الأمريكان في العراق لهم قواعد ولهم وجود، هذا الوجود لا يمكن أن يفكر أي طرف بأن يزيح هذا الوجود الأمريكي. وبالتالي أيضا حتى الحديث قبل أيام كان يتم الحديث عن مشروع في مجلس النواب العراقي سيتم الدفع به من قبل فصائل المؤيدة للحشد الشعبي بسحب الاتفاقية الأمنية وبالتالي المطالبة برحيل الأمريكان. أنا باعتقادي هذه كانت رسالة واضحة أنه لا يمكن الاقتراب من المشروع الإيراني أو بمعنى من المصالح الأمريكية وأن المصالح الأمريكية خط أحمر، وبالتالي كان الهدف قاسم سليماني بحجم هدف التحديات التي رسمتها الإدارة الأمريكية في هذا المرحلة. لكن ما تبعناه من ردود فعل إيرانية سواء من مراقبين، صحيح أن الموقف الإيراني الرسمي تكلم كثيرا عن ردة فعل قوية وعنيفة ومزلزلة، لكن كأننا سمعنا أن إيران الآن تفكر فعليا باجتثاث الوجود الأمريكي من العراق، هل إيران قادرة بالفعل على هذا الهدف الكبير؟ وهذا سمعناه من أكثر من مراقب ومقرب من إيران. طبعا أن يكون ردة الفعل بحجم قاسم سليماني لا أتوقع، يعني قاسم سليماني هو أكبر شخصية موجودة في سلسلة الجهاز الإداري والعسكري بالنسبة للإيرانيين، أن يستطيعوا أن يعوضوا هدف بهذا الحجم أنا لا أتوقع ذلك. أولا لعدة اعتبارات، أنه الأمريكان كشخصيات اعتبارية لا يمكن الوصول إليها، يعني ربما قد يكون مثلا حتى مثلا أي شخصية ممكن تضع في هذا الإطار مثلا سفراء أمريكان أو ضباط أو كذا لن يكونوا بهذا الحجم في الجانب الأمريكي، يعني بحجم قاسم سليماني في الجانب الإيراني. وبالتالي سيبقى أي هدف ممكن ينفذ من قبل إيران، وأنا لا أعتقد طبعا يعني مثلا هذه الرسالة كانت رسالة قوية، أنا قلت حينما قلت أنه أفقد الإيرانيين قدرة ردة الفعل لأنه لم يعد هناك هدف أكبر من قاسم سليماني بالنسبة للمشروع الإيراني أو في الإطار الإيراني. وبالتالي اليوم الساحة لإيجاد أو لردة فعل بهذا الحجم لن تكون، أولا لأنه ربما ستحاول إيران من خلال الأذرع الإيرانية، من خلال أذرعها في اليمن في العراق في لبنان، ربما يعني خلق بعض الأحداث هنا أو هناك، لكن لن يكون أي ردة فعل بحجم أو تغطي هذه الضربة التي أصابت الإيرانيين في هذه المرحلة. الجانب المهم في الآن يعني أنه إيران خلال هذه الضربة يعني تبين شيئين اثنين، أولا هشاشة الجهاز الأمني المخابراتي الإيراني،
ثانيا انه شخصيه بهذا الحجم لا يمكن يعني لا تستطيع ايران عاجزه عن حمايه هذه الشخصيه. الملمح الاخر ايضا انه طوال هذه السنوات نحن الان الحرب اللي دارت في العراق خلال 5 سنوات من تدمير المدن من تهجير الناس من احداث هذا الاختلال الديموغرافي في البيئه نعم. العراقيه في العراق وسوريا طبعا نعم. نعم. كل هذا كان بغطاء امريكي يعني قاسم سليماني كان يتحرك في الموصل في ديالى في الفلوقه في الحويقه في حلب في 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 ريف دمشق كل هذه الحركات كانت تتم بينما هو يعتقد انه يمتلك القدره على التنقل يعني نعم. يعني كان ينفذ خطه امريكيه يعني الى ان وصلت هذه الخطه الى نهايتها تم التخلص من هذا الرجل نعم. كما تخلصوا طبعا من الهاشمي نعم. قبل قليل ذكرت ان ايران قد تلجا الى مساعده او الى معونه اذرعها في المنطقه العربيه، بمعنى يعني ما قيمه الرد اذا لم يكن ردا ايرانيا بحتا؟ شوف خطوره ما جرى اولا انه يعني اي ضربه كما قلت انا لن تكون بحجم نعم الضربة الأولى، بمعنى آخر إنه إيران راسم صورة، النظام الإيراني راسم صورة لذاته أمام الشعب الإيراني إنه لا يمكن أن يتنازل أو لا يمكن أن تضرب هذه المكانة التي رسمها لدى الشعب الإيراني. نعم. أنا باعتقادي بضرب قاسم سليماني انتهت يعني هذه الصورة الكبيرة والمهولة التي رسمها الإعلام الإيراني عن نظامه عن عن وعن هذه الحكومة، وبالتالي اليوم الذهاب إلى أي ردة فعل سواء من قبل الأذرع الإيرانية أو من قبل الإيرانيين وهي يعني بهذه الصورة أنا باعتقادي لن تكون كبيرة ومزلزلة بحجم التهديد الذي حصل أو بحجم هذه الرغة التي كتب بها بيان مجلس الأمن القومي الإيراني. يعني بمعنى آخر إنه الإيرانيون وصلوا إلى مرحلة العجز في أن يشل قائد بحجم سليماني في 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 هذه اللحظة وبهذه السهولة. الكارثة تكمن إنه يعني اصطياد قاسم سليماني كان بطريقة سهلة وأحدثت انكشاف كبير للهالة الإيرانية التي وضعت حول الرجل والتي وضعت حول الجهاز المخابراتي الإيراني. وبالتالي هذا الانكشاف اتضح أنه إيران لا تملك شيء، يعني إيران ليست تلك الدولة التي صورها الإعلام الإيراني والإعلام التابع لها، هي مجموعة ميليشيات تحاول من خلال هذه الميليشيات أن تخلق نوع من الرعب هنا أو هناك، لكن في حقيقة الأمر أيضا ليست بتلك القوة التي تمتلك الصرامة الأمنية والعسكرية على ذكركم لموضوع الميليشيات أستاذ نبيل، نحن نعرف أن هذا الرجل كان هو الدينامو لإيران في المنطقة ما بين سوريا وما قام به في سوريا إلى لبنان وإلى اليمن وكثير والعراق بطبيعة الحال. ما تأثير غياب هذا الرجل على هذا المشهد باعتقادكم؟ كما قلت أنا هذا الرجل هو أكبر شخصية موجودة اليوم في إطار المؤسسة العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وأقول أيضا وأكرر أنه هذا الرجل أيضا يمثل أخطر مسؤول إيراني كان يمتلك زمام إدارة هذا المشهد العبثي من الميليشيات المنتشرة في كل من العراق وإيران واليمن ولبنان، وبالتالي لا يمكن أن يحل أي مسؤول إيراني آخر ويغطي مثل هذا الفراغ الذي سيتركه قاسم سليماني. قاسم سليماني كان طبعا رجل لديه كاريزما، نحن لا ننكر ان الرجل لديه كاريزما ولديه قدره على اداره هذه الفوضى وهذا العبث من مئات ان لم يكن يعني الاف الميليشيات والقاده التي يخضعون لهذا الرجل. اليوم بضرب قاسم سليماني انا باعتقادي ستتفكك هذه الخلايا ولن لا يمكن أي مسؤول آخر يجي ويغطي هذا الفراغ، وخاصة أن الرجل منذ لحظة التأسيس في بداية الثمانينات أو تقريبا في 97 وهو يشرف ويدرب وينظم كل هذه الخلايا وكل هذه الميليشيات، والأخطر في الأمر أن الرجل هو المشرف على كل صغيرة وكبيرة من لبنان إلى العراق إلى سوريا إلى اليمن، وبالتالي يعني وهو يعرف جغرافية هذه المناطق جيدا، يعرف هذه الجغرافية وفي نفس الوقت يعرف التواصل مع الأشخاص وكل شيء يمر عن طريقه. اليوم أنا باعتقادي هو لم يكن يتحرك في إطار فريق عمل، كان يتحرك كشخص، وهنا خطورة الأمر أنه لا يمكن تعويض رأس قاسم سليماني في المؤسسة العسكرية الإيرانية. نعم. طبعا بالنسبة للأحداث في خبر عاجل ورد قبل قليل أن الميليشيات تهاجم المعتصمين في ساحة التحرير بالأسلحة البيضاء، طبعا
وكان طبعا هؤلاء الثوار في ساحة التحرير وفي غيرها في الحقيقة يطالبون بحقوقهم المشروعة، وقد استمر هذا الحراك في الثورة، ثورة تشرين في العراق، منذ أكثر من شهرين إلى أن حصلت هذه الضربة وانشغل الإعلام بتغطيتها. أستاذ نبيل، لعلك تلاحظ أن هناك نوع من الارتياح الشعبي في أكثر من منطقة في الحقيقة، لأن ثمت جرائم كثيرة ارتكبت على يد هذا الرجل، وكانت هناك حالة من الاستياء من مما يفعله في سوريا وفي اليمن وفي أكثر من مكان. ما أثر غيابه على هذا المشهد مرة أخرى من زاوية أن هذه المجازر وهذه الميليشيات كانت تأتمر كما تفضلتم بأمره بشكل مباشر؟ يا سيدي، غياب قاسم سليماني عن هذا المشهد، طبعا أنت تلمح أيضا أنه حجم الارتياح الذي حصل في وسائل التواصل الاجتماعي على امتداد الجغرافيا العربية من اليمن إلى العراق إلى كل منطقة العربية. نعم. منظمة. هذا يثبت لك أنه هذا الرجل ولغ بالدم العربي إلى درجة لا يمكن غفرانها له على الإطلاق، وأن هذا الموت كان نتيجة طبيعية ونتيجة يعني كان يتمناها الكثير من الذين من آلاف المشردين والقتلى والمعتقلين والمطاردين من أوطانهم والمفترشين العراء في العراق وسوريا الذين هجروا من منازلهم ومن مدنهم. أنا باعتقادي يعني هذه النتيجة لهذا الموت بالنسبة لهؤلاء هو بشرى سارة، أنه يعني رجل ارتكب في حقهم كل هذه الفضائع، قليل في حقه ما جرى يعني. وبالتالي أنا باعتقادي يعني مقتل قاسم سليماني اليوم بهذه الطريقة هو يؤدي ويعزز لدى هؤلاء الناس المظلومين المقهورين المحرومين أنه يعني العناية الإلهية لا تنام عن أحد يعني، وكل قاتل بشره بالقتل. وبالتالي ما حصل هذا يعطيهم أيضا دافع آخر أنه لا يجب أن نترك أوطاننا، ولا يمكن للظلم أن يستطيل إلى ما لا نهاية، لكل ظالم نهاية. وبالتالي هذه من العزاءات النفسية التي يعني ستعاد على آلاف ومئات الآلاف من العراقيين والسوريين الذين يقبعون في هذا الشتاء بين هذا البرد وتحت الخيام، الذين فقدوا أوطانهم وأولادهم وأسرهم. هذه بعض العزاءات الإلهية أنا أسميها يعني في مثل هذه اللحظة. يعني ماذا تقول لهؤلاء الذين كان هذا الرجل هو العقل المدبر لكل هذه الفوضى التي لحقت بحياتهم وأوطانهم ومدنهم ومزارعهم وقراهم؟ شكرا جزيلا لك الأستاذ نبيل البكيري الباحث السياسي اليمني، كنت معنا في الأستوديو. شكرا.